Gruppenphase der Champions League. سعيد جدا ان البدايه بالبدايه بكره في دور المجموعات في افريقيا. هندخل الماتش كحامل اللقب في البطوله دي واحنا سعداء جدا بكده. هنلاعب بكره خصم قوي عنده لعيبه متميزين، انا شفت لهم كم ماتش، هم هيحاولوا يؤدوا افضل ما عندهم بكره، خاصه زي ما قلنا بيلعبوا حامل اللقب في القاهره، هيحاولوا يسجلوا، بس احنا جاهزين للماتش بكره بمساعدة جماهيرنا اللي هتملى الاستاد ان شاء الله ان احنا نفوز بالماتش بكره. هو وسام للاسف بتاع الاصابه مش هيقدر يلعب معانا بكره، واتمنى رجوعه بسرعه. بيأدي دور هايل معانا وبيساعدنا كتير في ان احنا نفوز بالماتشات، زي ما احنا شفنا بيجري بكل قوته، بيهاجم بكل قوته. عندنا طبعا لعيبه مهاجمين تانيين ولكن هم مش نفس التيب، مش يعني عندهم جوده في حاجات تانيه، وصعب المقارنه واحد ضد واحد، مقارنه واحد ضد واحد بوسام باي لاعب تاني. كل لاعب له جودته وعنده الامكانيات التانيه اللي هو بيتميز بيها. اتمنى ان غياب وسام بكره ما يكونش عامل سلبي بالنسبه لنا، وزي ما قلت اتمنى رجوعه باسرع وقت. Aber ich hoffe natürlich, dass er كل الفرقة في أفريقيا بتيجي هنا بتحاول إن هي تلعب ضد الأهلي على فوز أو حتى إن هم ياخدوا نقطة من الماتش ده، هيحاولوا يعملوه بأقصى جهدهم بكرة. إحنا عارفين الكلام ده كويس، بس هدفنا هو الوصول للنهائي للمرة السادسة على التوالي. طبعا شفنا الماتش بتاع الاتحاد واتكلمت مع الفريق طبعا عن الحاجات الكويسة والحاجات اللي مش كويسة اللي احنا عملناها في الماتش ده، ونتمنى طبعا ان احنا نكون احسن بكرة ان شاء الله في الماتش. احنا سعداء اللي احنا نلعب اول ماتش بكرة في دوري ابطال افريقيا، اللي احنا الحمد لله يعني خدين البطولة، وان شاء الله تبقى 13 ان شاء الله. بنحضر المباراه من امبارح وبنحضر بشكل كويس، وان شاء الله يبقى التوفيق معنا بكره ونطلع بتلاته بونت ان شاء الله. يعني ما بناخد بطوله اكيد الفرق الافريقيه كلها بتبقى عايزه، يعني عايزين يكسبوا البطل زي ما بيقولوا، واحنا بنبقى حاطين الكلام ده قدام عينينا. يعني هدفنا اللي احنا عارفين كل فرقه بتيجي تلعبنا بتبقى عايزه تكسب نادي الاهلي، عشان كده بنقعد مع بعض ونتكلم مع بعض. لما تيجي تاخد بطولة أو تخش في بطولة مهمة زي بطولة أفريقيا، بنقعد مع بعض بنتكلم، لازم نبدأ من قبل الماتش بنتكلم، نقول هدفك إيه قبل البطولة، هو هدفك اللي أنت تاخد البطولة ولا هدفك اللي أنت خلاص شبعت من البطولات والكلام ده كله. بس اللعيبة عارفة أهمية البطولة عند الجمهور النادي الأهلي، وأهمية بالنسبة لنا اللي إحنا بنوصل لكأس عالم الأندية. أنت النهاردة واصل 5 مرة على التوالي لكأس عالم الأندية، دي بالنسبة للعيب تاريخ كبير جدا وارقام كبيره جدا للعيبه. بالنسبه لنا البطوله دي هتبقى اصعب من بطولات كتير فاتت، لان يعني دي ان انت توصل سادس مره نهائي على البطوله، او كل لعيبك والفرقه كلها بتبقى عايزه تكسبك. انا عارف الفتره اللي جايه دي هتبقى صعبه، بس اللعيبه اللي موجوده على قد المسؤوليه.